زيرمات هي قرية سياحية صغيرة موجودة في جنوب سويسرا على الحدود مع إيطاليا. تتميز زيرمات بموقعها ضمن جبال الألب وتقع بالقرب من جبل ماتريهون الشهير. يقطن القرية أكثر من 5000 شخص وترتفع أكثر من 1600 متر عن سطح البحر. زيرمات مشهورة بكونها إحدى منتجعات التزلج على المنحدرات الجليدية، ويزورها عدد كبير من السياح في فصل الشتاء لممارسة هذه الرياضة. وتشهد زيرمات حركة سياحية في فصلي الربيع والصيف أيضا من محبي رياضة المشي لما تتمتع به من مناظر خلابة. قرية زيرمات لا تسمح لمواطنيها باستخدام المركبات التي تعمل على مشتقات البترول خوفا من التلوث البيئي، وتسمح فقط باستخدام وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء. تهطل الثلوج بكثافة في فصل الشتاء، ويتوفر مناطق للتزلج على الجليد بطول 300 كيلومتر من مسارات التزلج المنتشرة في ثلاث مناطق: سونيغا، روسوم، ستوكهولم، حيث يكون المتسلجون قادرون على صقل مهاراتهم انطلاقا من ماترهون الجنة الجليدية. ولأولئك الذين يبحثون عن شيء مختلف تماما، فبإمكانهم أن يجربوا رياضة القفز بالمظلات والتزلج بواسطة الكلاب أو خارج طائرات الهوليكوبتر، حيث التزحلق يكون بمرافقة وتوجيه من ذوي الخبرة في الجبال.